اوكي يا اخوان، يسعد صباحكم. صباحكم ورد أسل. من اسطنبول اخر يوم وطالعين على عمان. عمان طيارتنا بعد 3 ساعات بس نروح نشتري ملابس صيفية عشان عمان. احنا كثير الدنيا عندنا شتاء، تفهمين؟ تزبطش. شوبينج سنتر، محتاجين ملابس. It's all winter clothes. Yeah. كلها ملابس شتوية. شكلنا راح نطلع هيك على عمان. Let's go Oman like this. We'll be sweating a lot. Man never hot. I tell a man's not hot. شوف محل تاني. طبعا محل غريب هذا الأطوار. دراجات. Good. Yeah. يلا نطلع المطار. نضلنا ساعتين. رح نوقف البحرين، بعدين البحرين على عمان. ترانزيت. Let's go. Happy. أوه رجعنا الدار. تلا يا إخوان قررنا ننزل الفيديو. 50%. عن صوفي لازم تحجز عودة. قالوا له ما بتدخل عمان لما تحجز تيكت عودة. قاعدين نحاول نحجزها على السريع. قال نعمل شيكن. احنا في مطار اتاتورك. انا بالعادي بحجز حجز وهمي بس بدي تحجز حجز حقيقي لانها خايفة. بس مشكلة. طبعا روحتنا على عمان هي دعوة من صديق لنا راح اعرفكم عليه. طلع مرة معي واحدة بالفلوج لما كنت بالاردن. اسعد صرت عمان. تحياتي لاهل عمان. راح على الطيارة. راح ويمين راح وضع خلنا البوردينج باس في طلوع الروح. بحرين ويمين. You try? Yeah. Oman. Mysterious country for me. احنا عشان تيكت العودة كل مشكلة كان تيكت العودة. حجزنا بس. Fake. Don't tell anyone guys, okay? At 4 a.m. الساعة 1 هسة ورح نوصل إن شاء الله على مسقط الساعة 4. Gonna sleep? الدنيا ليل. شكلي غريب لابس نص كم. زمان. يو أهلا وسهلا فيكم في عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. هلا هلا هلا. حياك. كيف حالك؟ هلا شيخ. سوق مطرح. احنا يا اخوان باللبس العماني لابسينه
كنت اسجل بدون صوت يا اخوان، اسف. احنا وين اسعد؟ سوق مطرح حاليا على الشط تقريبا، قريب من الشط هون بالكورنيش. ومش عارف شو اللي صار معنا بالضبط. صادق كيف صار شكله غير مره. احنا جينا دعوه يا اخوان من اسعد على عمان، راح نقعد هون 5 ايام. فالله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ومعنا صوفي. طيب خلينا نتعرف على السوق واللبس التقليدي تبع عمان مسقط. لقطنا عماني مش حقيقي. صادق. هذا مو عماني؟ انت مش عماني حقيقي. بس ايش السله هاي بالضبط يعني؟ ليش هيك اول مره اشوف هيك كميه؟ علي بابا. ليش بالضبط ايش؟ طب ايش تستخدموها؟ والله معظمهم ياخذوها تذكارات يعني. بس كاستخدام استخدام اشياء قديمه يعني، ما اشياء حلوه بس مرتب. احنا رايحين عند اسعد. ليش غيرت اللبس؟ وين راح اللبس؟ طيب احنا وصلنا عند بيت اسعد. يحكي لنا طبعا اسعد انه اولاده بيحضرونا، فخلنا نشوف هسه نقابلهم. دائما بيحضرونا على التلفزيون اغنيه ورد وعسل، عايدينها 1000 مره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر كيف حالك؟ سمعتوها هاي؟ عجبتكم؟ في آخر الليل قبل ما ننهي الفلوج، والله يا كرم العمانيين إشي خرافي يا اخوان. مش قادرين، مش عارفين شو بدنا نحكي، مش عارفين شو نصور. كنا انتهينا بانه ما صورنا إشي بصراحه. لو شو ما وصفنا لكم كرم العمانيه مش راح نعطيه. هذا من اول يوم. هذا من اول يوم هيك. والله يا صوفي، صوفي هو ذير هوسبيتاليتي. شكرا. They're so nice. Best people ever. كان فظيع. Yeah. هسا احنا جايين نفاجئ واحد كان حاكي لأسعد انه كثير بحب فيديوهاتنا وحاب يشوفنا، فخلنا نشوف. هو من الأردن وبيشتغل هون. I don't think so. هذا هو؟ لازم نفوت نشتري منه. السلام عليكم. السلام. مين جهاد؟ جهاد حصار. ابن كيفك؟ اخبارك؟ شو هالزياره الجميله؟ والله جينا نشوفك احنا. جاي من الاردن عشان تشوفني انا؟ والله اسعد حكى لنا عنك كثير. حبيبنا حبيبنا انت. الله حبيب. هلا حبيبي. تحضر الفيديو ها؟ طبعا. 24 ساعه مراقبه. 24 ساعه. بدي عسل. استنى شوي بدي اتمشمل. يا اخوان روحنا على البيت. هيك راح انهي معكم الفلوغ. يسعد قلوبكم جميعا، ان شاء الله يكون استمتعتوا. ورد اند عسل. صادق شو ليش لبست احنا النوم؟ ما انا بدي اطلع لسه. لسه في كمان فلوغ ثاني. كثير متحمس لعمان صادق. سعد قلبك. عندنا مغامرات كثير وعاملين ميت اند جريت يا اخوان في عمان قبل ما نغادر. يا اخوان انتم عندكم اجازات هسه وفي عيد، فكل عام وعمان بخير. حتى في الامارات كمان نفس الشيء. فحاليا يعني انا لسه مش محدد الموقع، بدنا نشوف كافيه او نشوف فندق نجتمع فيه. فتابعونا على انستغرام، بالانستغرام على الستوري يا اخوان راح احكي لكم وين الموقع ان شاء الله. اذا ما عندكم انستغرام هي السناب شات كمان. طيب صادق صار يهتم كثير بالانستغرام، فانستغرام راح يكون تحت الديسكربشن. يسعد قلوبكم جميعا، نشوفكم بكره بفلوج جديد. نشوفكم على خير. سلام. الاول انت مبدع راح توصل للبدك يا غيرت افكاري وصار لي هدف بالحياه. انت ممل يلا احذف القناه، بس انا مواصل وشو ما صار مواصل مواصل.